نبدك عزز قلبك ركز فكرك في جسارة وتحدي خوف ميدان التحدي خوف ميدان التحدي حاول نبدك عزز قلبك ركز فكرك في جسارة وتحدي خوف ميدان التحدي قوي جسمك وسخن عضلاتك حرك بدنك وطور قدراتك قوي جسمك وسخن عضلاتك حرك بدنك وطور قدراتك شوف همتك فوز بالتحدي فوق ميدان التحدي فوق ميدان التحدي فوق ميدان التحدي التحدي. إذن أعزائي المشاهدين بسم الله على بركة الله انطلاقة وبداية إن شاء الله قوية مع الشباب. شبابنا اليوم جايين ضيوف أعزاء من وين؟ من الرياض بالتحديد الجنادرية. الجنادرية ما شاء الله يعني يقولون 100 على 100 صحيح الكلام هذا ولا مو صحيح؟ صحيح. الجنادرية لازم معناها نشوف اليوم لعب وتحدي غير شكل. شبابنا طبعا كابتن الفريق عبد الرحمن حلقات اسم الحلقات حلقات احمد بن حنبل حلقات احمد بن حنبل رضي الله عنه وحلقات يا ثامر كابتن الفريق حلقات ايش؟ الصديق حلقات الصديق رضي الله عنه يا رفيقي تجهز قوة العزم عندي يا رفيقي تجهز قوة العزم عندي ميدان التحدي ميدان التحدي ميدان التحدي لا مكان الشطارة وين أهل المهارة كان عينك على القمة حستها وبجدارة كان عينك على القمة حستها وبجدارة تركت بالتنافس تأكد موزي من شد حيلة بالنتيجة مؤكد موزي من شد حيلة بالنتيجة مؤكد 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 ميدان التحدي ميدان التحدي ميدان التحدي ميدان التحدي ميدان التحدي الطريقة حيطلع الحربي والشمري فوق الجسر والمطلوب اسقاط الزميل باستخدام الاسطوانة الاسفنجية. استاذ اكرم حيدي حكمنا الدولي حيعطي اول صافرة بسم الله على بركة الله هوبا مفروض واقي الراس بس عاد الشباب ما شاء الله رافضين خلاص اول نقطة معليش يا حربي ما قصرت صافرة اطلع النص خلي يوصل زميلك خلي يوصل انتظر 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 لين يوصل عندي لين معلش بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ الفريقين الفريق الاخضر والاحمر ونشوف مع بعض مين اللي هيفوز يلا يا اخضر الاخضر الاخضر حاول تتوازن حاول تتوازن الاخضر معطى فرصة اذا الفريق الاحمر عندنا عمر لافي من الفريق الاحمر و عبد المجيد من الفريق الاخضر وجاهزين وصافرة الاستاذ اكرم الوحيدي يا سلام يلا يا الاحمر يلا يا الاحمر وتعال الى نص العمود لسه 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 متحمس سجل الفريق الاحمر اذا حمراء
لصالح الفريق الأحمر. العب في خطه مدروسه لا تخليها يا عبد الله يا عبد الله بدايتها صعبه يا عبد الله استنى استنى خلي يوصل عبد الله عبد الله يا عبد الله ها والله سوا. الحين في احتجاج ايش تقول يا خالدي؟ وقفت على الخط وده يوم شات علي طاح فانا مسكته وطاح. بسم الله ما شاء الله يوم شات ما جاء الخط يقول العتيبي ما وصل الخط. استاذ اكرم فاز خالدي 10 نقاط للفريق الاحمر. جاهز صافره من بدايتها كذا روح اخضر احمر اول نقطه بارده مبرده. في البدايه نتعرف على المتسابق من الفريق الاحمر. اسم كريم سنيان سلام الشمس تحدى يتحدى اكيد يتحدى. وهنا الفريق الاخضر اسم كريم محمد فهد الحربي محمد تتحدى اتحدى اعطاه كلمه كذا تخوفه ولا صرخه اتحداه يتحداه ما شاء الله. طيب نبدا وجاهزين وصافره للاستاذ اكرم الوحيدي نبدا يلا يا شباب يلا الفريق الاخضر والشباب رابط الاحزان يعني مره خلاص متحمس خلاص من البدايه من اولها. الفريق الاحمر واللاعب المخضرم المميز فارس العنزي. فارس العنزي تتوقع تفوز ولا 100%؟ 100% ما شاء الله يعني ما في 90% 100%. الفريق الاخضر نتعرف عليك محمد الحربي. محمد الحربي نبغى صرخه كذا مخيفه للفريق الاحمر تحدى وفوز على صرخه. ما في صرخه؟ لا ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج يعني ما في. طيب جاهزين ومستعدين وصافره الاستاذ اكرم الوحيدي يلا يا الاخضر ويلا يا الاحمر ونشوف مين اللي يفوز معانا. الاخضر اخذ الاسطوانه وما اعطى فرصه الاحمر على طول على طول يعني ما اعطى فرصه يرمي. اذا جوله للفريق الاحمر. خش شمري بن عمي بن عمي لا تروح ضيع روح لسه 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 خليه يوصل خليه يوصل خليه يوصل يا شمري يا شمري شد الحيل يا شمري مبردة جاية روح يا حربي ابو علي حربي علي عليوة روح شكله والله حلوة يا شمري فرصتك فرصتك يا حربي فرصة ذهبية يا حربي يا الله قم ويانا تكسبوا معنا يا أحلى من كان في كل المراحل شاركنا ميدان التحدي تلقى ويانا للخبرة تبادل تلقى ويانا للخبرة تبادل خلكم ويانا تكسبوا معنا يحلى من كان في كل المراحل شاركنا ميدان التحدي تلقى ويانا للخبرة تبادل تلقى ويانا للخبرة تبادل فايدة ومتعة قرب شور فارة فيها ندية وتجربة جديدة فايدة ومتعة قرب شور فارة فيها ندية وتجربة جديدة روحنا حلوة لعبنا وناسة كل مراحلنا شيقة ومفيدة كل مراحلنا شيقة ومفيدة خلكم ويانا تكسبوا معنا يحلى ملقانا في كل المراحل شاركنا ميدان التحدي تلقى ويانا للخبرة تبادل تلقى ويانا للخبرة تبادل خلكم ويانا تكسبوا معنا يحلى ملقانا في كل المراحل شاركنا ميدان التحدي تلقى ويانا للخبرة تبادل
يلقى ويانا للخبرة بعد. القانون مكون من ثلاث صفحات. الصفحة الأولى، انتبه لي معي شباب، الصفحة الأولى إنك ما يرجع زميلك ويتحرك لين توصل ترجع. الصفحة الثانية لو سقط اللاعب يرجع لنقطة البداية ويرجع ياخذ نفس الشيء اسطوانة ثانية ويبدأ من جديد. القانون الثالث ممنوع الرامي اللي يرمي يقرب. القانون الصفحة الرابعة لكل لاعب كرة واحدة، يعني مالك حق لا ترمي واحدة بس. جاهزين؟ بسم الله. انطلق اللاعب الحربي والكومي وراح عدى. يا سلام، جهز الكرة اللي بعدها. اطلع انزل روح. ما شاء الله، اللاعب الاول، اللاعب الثاني ينطلق اديله. وين يا نايم؟ نايم سقوه. راح، انتبه، اصحى، روح. ارجع اسطوانتك. وين؟ ارجع الاسطوانة، خذ الاسطوانة. يلا الاحمر متقدم. اللاعب الثالث، معليش معليه، حتى اللاعب الثالث، اللاعب الثالث، اللاعب الثالث. حلو، إصابة قوية، إصابة قوية في المفصل. والله خلاص. إذا أعزائي المشاهدين، جولة أخرى ونتعرف على اللاعب من الفريق الأخضر اللي رابط الحزام، يعني متحمس خلاص. اسمك مين؟ محمد فهد الحربي. الفريق الأحمر، اسم اللاعب؟ حمد عتيبي. حمد متحمس؟ بإذن الله. إن شاء الله يعني تعوض الخسارة الأولى. ما خسر هاي. أخسرت وفزوا. حلو، أجل أنا اللي مضيع. جاهزين؟ وصافرة الحكم الدولي الأستاذ أكرم الوحيدي. يا سلام، يلا يلا. أوه، والأخضر من أولها. كمل كمل يا أخضر، ما طاح الأخضر. كمل كمل، لا ترمي لا ترمي لا ترمي، خلاص لا ترمي. في رمية واحدة فقط، اللي بعده على طول سريع. الأحمر والله ربشت اللاعب، أنا لو إني مكانه كان طحت على طول. سريع يلا يا الأخضر. الأحمر روح بسرعة، ما عندك وقت. يلا الأخضر، الأخضر، اللاعب الثالث، اللاعب الثالث الجديد. عدل الأسطوانات، عدل الأسطوانات. يا سلام، روح روح يا سلام يا الأخضر. والأخضر طاح، روح عدل الأسطوانات. إشارة مور، عدل الأسطوانات مرتبة، عدلها يا الحبيب، عدل الأسطوانات، رتبها، رتب الأسطوانات. سريع سريع وارجع قبل لا يجيك الأحمر. سريع يا الأخضر، سريع يا الأخضر، الأخضر. إذا تحية الفريق الأخضر، جولة خضراء. حاول حاول حاول، مهما تصعب حاول، لا تستسلم لا لا، حاول والعب حاول، لا تستسلم لا لا، حاول والعب حاول. حاول حاول حاول، مهما تصعب حاول، لا تستسلم لا لا، حاول والعب حاول، لا تستسلم لا لا، حاول والعب حاول. حاول حاول حاول. كنا عيلة شيلوها يلا شيلة، ما في يدنا حيلة. يا هلا باللي جونا بقلوبهم حطونا، شرونا ما باعونا ولا بخير دلونا.
الوقت دقيقة واحدة بس. يلا ها والله ها رجع زميلا انت بدنك يلا يلا بعد الخوي قدنا مدتك انت انت ما حد قدك يا عينك ربك يلا بس بس تعالوا تعادل يلا تحدي مدام التحدي ها يلا والله حرب حرب شعوائي صار والله قتال هذا هذه حرب فعلا حرب والله والله يا عبد الله دوخوه صعبة والله نص دقيقة فقط ايوه راوغ سوي مراوغة الله عليك متعب العملية صعبة تعادل 10-10 جولة أخرى وصاف الأستاذ أكرم الوحيدي والشباب ما شاء الله تبارك الله إلى قصف عشوائي الله يستر الله يستر تجي واحدة على رأسك انتبه ويا الأخضر الأحمر بنشوف مع بعض من اللي يفوز شوي شوي جت على رأسه حلو إنك تطلع ترى إنك توقف عادي عشان تصد اللي يجيك يلا يلا لا لا يطلعها من برا يا أستاذ أكرم تحسب ولا لا ما تحسب في خطأ في خطأ ممنوع يا الأخضر عليك مخالفة يا الأخضر إخراج الكور من الخارج في مخالفة على الأخضر إيش اللي صار؟ وش قال وقف وش قال وقف الشيء الثاني جلو راسي جلو راسي بالكور يقول فقع راسي بالكور أنت قلت طلعوا على الكور ما قلت من فوق قلت طلعوا على الكور بأي طريقة ما سمعت أنا من يوم نلعب والحين تقولي ما وضحت يوم فزنا يقول لنا ساعة نلعب يبرد علينا يا ولد والله يقول لنا شوي نلعب يبرد علينا من اليوم لنا ما لنا دقيقتين نلعب وما لنا دقيقتين بس لعبنا فهمنا اللعبة والحين يقول ما فهمت يوم خلصت اللعبة لا 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 ما ترينا لنا من فوق انا جبت قلت عندي ابتكار اطلعها من برا من هنا كنا الله المهم ان الكرة تطلع برا صافر استاذ اكرم الوحيدي يلا لا تخليه والله لقد عف هذه الشيخ صاروخية صاروخ أرض جو هذا صاروخ أرض جو يا شيخ الكاميرا يا عارف الكاميرا يا عارف الحق على الكاميرا يا سيد عارف حلو والله شغل شغل الشباب ترى هنا يا شباب في عندي لا لا ممنوع ممنوع يا شيخ لا حلو حلو حشروه حاصروه والله صعبة والله أخضر يا شيخ الأخضر أنت تقول ممنوع أنه يأخذ الكرة من زميله ونشوف أن الأحمر يأخذ من الأخضر أخضر اللي يأخذ من عندنا يأخذ الكرة من يدك وين الشيخ تعال تعال حربي الحربي المخالفات كلها عندنا دقيقة دقيقة هذه منطقتنا نأخذ على كيفنا مو يجي يأخذ هو الحكم يقول الأخضر اللي يأخذ الحكم يقول لا لا هم يأخذوا يدورون أي عذر بس ولا هم خسرانين اعترف اعترف لا ما معترف اعترف يا شيخ اعترف يا شيخ اعترف ما عليك الحكم يقول الاخضر اللي ياخذ من الاحمر يلا نفرح ونتعارف ونمرح هيا نتقالف هيا نقول
نوصل إلى العالية هيا بنا هيا نوصل إلى العالية هيا بنا هيا هيا إلى الميدان وقت التحدي حان وتسابقوا الفرسان والروح رياضية تابي والحربي يلا روح ماشي ماشي روح ها كله حربي حربي يلا ماشي اخوان جاهز يلا سلام عليك روح شمري والسبتي صابر صدق رمحيدي حلو العتيبي يجيبها ولا ما يجيبها يجيبها وسلام عليك صافرة أكرم هادي حلو سامي عاشة الأسامي سامي تكفى يا سامي حلا خطير إذا أعزائي المشاهدين ننتقل إلى ركلات الترجيح وهذه منافسة من منافسات ميدان التحدي معنا البطل محمد زكريا محمد زكريا أول واحد حيشارك في هذا التحدي والحارس اسمك سلطان 5-4-3-2 زكريا زكريا صح صح يا زكريا 1-0 يجيبها القحطاني ولا ما يجيبها يجيبها القحطاني ولا سلطان يخسر صح ركلة متواضعة ما قصرت الهاشمي رقم 3 عندنا 1-0 صح 2-3 شريف استذكره شريف صح عبد الكريم اخر ركله الخامسه كم جابوا الشباب اذا من 5 جابوا كم 2 غير الحارس الركلات للفريق الاخضر اول لاعب من الاخضر احمد حسين احمد حسين تفضل صافرة الاستاذ اكرم الحيدي يلا يا احمد هدف 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 اذا اول ركله للفريق الاخضر تفضل تفضل يا محمد اوه ثاني هدف يلا يا طارق تفضل يا طارق يلا يلا يا طارق طارق يا سلام طارق ما جبت خالد ربطنا يا سلام اذا 10 نقاط للفريق الاخضر وفازوا بهذه الجوله كابتن يلعب عيال عمه ويلعب كل الالعاب طيب يمكن هو مقتنع ان عيال عمه احسن من الناس بس هو يلعب كل الالعاب ما خلى الثانيين يلعبوا وهذا لا يكذب يقول انه ما دخل يلعب المقاطع الفيديو هي اللي تثبت وثانيا انا لعبي ما كان فيه خطا هم يتهمون اني ما اعرف العب وهذا كل شوي يطلع ويقول انت ما تطلعني ايش هذا الفريق وغير نظاميين انت تشوفهم لما ما ينتظمون صح ولا لا سوق غنم يستنى نفس الشيء علي دخل عالم مشكلة سبب عشان العبد عمي هذا لي ثانوي وهذا لي ابتدائية والعاد ولا واحد من الثانوي كل الأبتوس كبر أبوي ما شاء الله تقول ولا واحد الثانوي حنا ناكل موز وبيض وحليب أولا وش دراكم عن السنكر والمارس هذا أول سؤال ثاني سؤال هذولي أسامهم صغيرة ترون في الابتدائية خلاص ابتدائية هذولي يعني لا تكلم عنهم إذا أعزائي المشاهدين بعد نهاية هذه الجولة المليئة بالمنافسات والتحديات والحماس الذي اشتعل بين الفريقين الأخضر والأحمر لابد من شكر راعي هذا البرنامج الذي قدم جميع التجهيزات لبرنامج ميدان التحدي شركة محمد بن عبد الله عريض للرافعات والمعدات الثقيلة والآن لابد من معرفة الفائزين المركز الأول والمركز الثاني مع الأستاذ أكرم الوحيد طبعا فاز بالمركز الثاني الفريق الأحمر بعشرين نقطة إذن ألف مبروك للفريق الأحمر 500 ريال يستاهلون الفريق الأحمر 500 ريال الكابتن يتسلم الجائزة الكابتن اللي أخويا أرفع عليه قضية تستاهل تستاهل تحية الفريق الأحمر تحية تحية والمركز الأول المركز الأول أما المركز الأول فهو الفريق الأخضر بفارق 80 نقطة إذن المبروك للمركز الأول الفريق الأخضر مبلغ 1000 ريال
يستاهل. يعطيكم العافية. شكر لجميع من ساهم في إنجاح هذا البرنامج الرائع. إلى أن نلقاكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامج ميدان. شركة محمد بن عبد الله العريض، المؤسسة الأولى للمعدات والرافعات في المملكة والخليج والدول العربية. أكثر من 40 فرعا توفر لكم كل ما تحتاجونه من الكرينات والمعدات الثقيلة. الاسم الأول في عالم الكرينات. حاول نتك، حاول عزز جهدك، ركز فكرك بجسارة وتحدي. فوق ميدان التحدي، فوق ميدان التحدي. حاول نتك، حاول عزز جهدك، ركز فكرك بجسارة وتحدي. فوق ميدان التحدي، قوي جسمك وسخن عضلاتك، حرك بدنك وطور قدراتك. قوي جسمك وسخن عضلاتك، حرك بدنك وطور قدراتك. شفت همتك فوز بالتحدي، فوق ميدان التحدي، فوق ميدان التحدي، فوق ميدان التحدي.